أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عقد مؤتمر صحفي غدا الأحد للإعلان عن الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام. وأكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنها كثفت من عمليات التعقيم لسلامة قاصد البيت الحرام، مشيرة إلى أنه تم تجهيز فرق تعمل على مدار الساعة، وذلك لتعقيم جميع جنبات المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتها الخارجية، هذا إضافة إلى تكثيف جولات روبوتات الذكية.